الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأكارم، من الأدعية الأذكار التي أوصانا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي لا يجمل بالمؤمن أن ينساها، سيد الاستغفار، والذي قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه كان من أهل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته فهو من أهل الجنة. ذكر ودعاء يدخلك الجنة إن أنت قلته بيقين. هذا الدعاء جامع لمعاني التوبة الصادقة التي هي من صفات المتقين، وأقرب ما يكون العبد من التقوى حال الصيام في رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى في بيانه لصفة من صفات المتقين التي هي بالمناسبة صفات للصائمين، يقول سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن من صفات المؤمنين المتقين أنهم يسارعون إلى الاستغفار حال التذكر، حال اليقظة. إذا استيقظوا من غفلتهم وذكروا الله عز وجل استغفروا. سمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار لأنه فاق جميع أنواع الاستغفار وجميع صيغ الاستغفار، فاقها في الرتبة والأفضلية، لأن فيه مقامات تؤهل العبد للاستغفار. ليس فيه الاستغفار وحده، فيه اعترافات هي بمثابة المقدمة التي تؤهل العبد وتنزله منزلة الاستغفار. لا يمكن للعبد أن يصل إلى هذه المنزلة إلا بها. أولها أن يعترف العبد بنعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد من الله جل في علاه. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني. ثانيها أن يعترف العبد بعبوديته لله، وأن يجدد العهد مع الله على عبادته وحده لا شريك له. ثالثها أن يعترف العبد بسوء فعله وقبح صنعه وفعله أمام الله عز وجل. رابعها أن يعترف العبد بعظيم نعم الله عليه. آنذاك يكون مؤهلا للاستغفار ويقول: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الأخ الكريم، لا تنسى هذا الذكر، فقد أوصاك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تقوله حينما تصبح وحينما تمسي. إياك أن تنساه، اذكر الله وادعوه بهذا الدعاء. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.